وإلى الحسابات الخارقة للعادة المؤيدة لقيصر روسيا الوحيد وإمبراطور الشرق الجديد الرئيس فلاديمير بوتين تلك الحسابات انتقلت من اختراع الانتصارات لسيد الكرملين إلى نشر الكوميكسات عن خصمه اللدود وعدوه العضوض بالضاد أي العضاض كثير العض رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي ومن ذلك ترويج تلك الحسابات لتغريدة تقول له زيلنسكي نقطتان أمرت الجيش بمهاجمة موسكو ميو. التصريح زائف بالطبع حيث لم يبلغ الوهم والجنون بالرئيس الأوكراني أن يأمر جيشه بمهاجمة موسكو التي كسر على أعتابها كثير من الجيوش بالمناسبة أخرهم جيش هتلر آخر تصريحات زيلينسكي قبل انتشار هذا التصريح المزعوم جاءت خلال خطاب عبر الفيديو أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي قال فيه إن حادثة تحطم طائرة تقل مسؤولين من بينهم وزير الداخلية الأوكراني وثلاثة عشر آخرين هي إحدى نتائج الحرب مؤكدا ان بلاده تسعى لاستعاده شبه جزيره القرم التي اعلنت روسيا ضمها في العام 2014 وداعيا شركائه الغربيين الى تزويده بالمزيد من الاسلحه منتقدا تردد المانيا في تزويد اوكرانيا بدباباتها الحديثه من طراز ليوبارد اثنين مؤكدا انه لن يجري محادثات مع روسيا لانه لا يفهم مع من وماذا نتفاوض مشددا على انه ليس قلقا بشان امنه الشخصي كذلك اوضح زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الاوروبي تشارلز ميشيل الذي قام بزياره لاوكرانيا لقد حان الوقت يقول زيلينسكي لفرض قيود على الصناعه النوويه الروسيه كما دعا لاستمرار العقوبات على روسيا للضغط عليها والتقليل من امكانياتها وهي مطالب متكرره لزيلينسكي وتقريبا قد حفظناها من شده تكرارها